حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مندوبة الغداء التي قام أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تكريما لضيوف المملكة العربية السعودية بمناسبة حضورهم الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز الإبل. وفي نهاية الحفل ودع صاحب الجلالة أخاه خادم الحرمين الشريفين معربا جلالته عن شكره وتقديره على دعوته الكريمة لجلالته لحضور الحفل الختامي للمهرجان وعلى كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.